اهلا من جديد مشاهدينا محطه اخرى من فلسطين هذا صباح نتوقف فيها مع مهرجان الياسمين للموسيقى الكلاسيكيه والمشاركه الهنديه اللافته والمميزه في هذا المهرجان هذا الصباح معنا سيد مهيش كومار سفير جمهوريه الهند لدى دوله فلسطين صباح الخير ساعة السفير مرحبا بك معنا الى فلسطين هذا الصباح Good morning, فلسطين ومعنا ايضا الدكتوره فارشال اجروال وهي فنانه مشاركه في مهرجان الياسمين للموسيقى الكلاسيكيه صباح الخير مرحبا بك معنا زيد سيدة فارشال اوكي okay. فاست um, جود مورنينج تو فلسطين اند فاست جود مورنينج تو فلسطين اند first تايم اي كام هير Palestinian peoples are very nice. I feel very, very nice. Uh, first, I want to give thanks to His Excellency uh, the Ambassador of India in Palestine, uh, Mr. Mahesh Kumar Sahab, and uh, the Government of India and ICCR. It's my great privilege to perform in the Palestine. <applause> في فلسطين لأن فلسطين حقيقة هي البلد المقدس كما قرأت وكما فهمت حول فلسطين أنا آتي من الهند ومن مدينة بورتين وهي مدينة مشهورة ومقدسة أيضا فيها هذه القدسية وأعتقد أنني أتيت إلى فلسطين أي من مدينة مقدسة إلى وطن مقدس وهذا شيء جميل هذا شعور جميل. المناخ هنا رائع الناس لطيفون فهذه الكلمات التي اود ان ابدا بها وعلى هذه المشاعر ولا ننسى ان نقول لك كل عام وانت بمناسبه 8 من اذار يوم المراه العالمي ويعني مناسبه جيده ان تحتفلي به في فلسطين سعاده السفير كومار إذا ما أردنا الحديث عن العلاقات الفلسطينية الهندية كيف يمكن لك أن تصف لنا طبيعة هذه العلاقات في هذه الفترة الحساسة والدقيقة في تاريخ القضية الفلسطينية في البداية أود أن أهنئ الأخوات الفلسطينيات في اليوم العالمي للمرأة و. وساتحدث عن ملاحظاتي حول او انطباعاتي حول المجتمع الفلسطيني فيوجد وجه شبه بين فلسطين والهند وارى بان المراه الفلسطينيه تحتل موقع جيد في المجتمع الفلسطيني فهناك عمليه تمكين واضحه للمراه الفلسطينيه وطبعا ارى ايضا مدى احترام المجتمع الفلسطيني للمراه الفلسطينيه وفيما يتعلق بالعلاقه الهنديه الفلسطينيه هي علاقه عظيمه منذ الماضي وايضا هناك مستقبل مشرق لهذه العلاقه دائما نقدم الدعم للقضيه الفلسطينيه ولحريه الفلسطينيين وسنستمر في فعل ذلك ونامل بأن تحصل فلسطين علي حريتها بأقصى سرعه ممكنه من أجل أن نحتفل هذا اليوم يوم الحريه لفلسطين ويوم الإعتاق لفلسطين حيث يتحرر المجتمع ويحقق نتيجه عمل مشوار طويل، نامل ان يتحقق ذلك لا يمكن تحقيق هذا الهدف وهذا الحلم الكبير للفلسطينيين ولمناصري القضيه الفلسطينيه في العالم دون دعم الاشقاء في كل العالم الاخوه محبين الفلسطينيين ومحبي القضيه الفلسطينيه الذين يطمحون بشكل او باخر في انتهاء هذه المعاناه التي طالت. كيف تدعم الهند فلسطين في هذا التوجه توجه الخلاص من الاحتلال واقامه الدوله بعاصمتها القدس الشرقيه على حدود عام 67 نحن دعمنا فلسطين دعمنا منظمه التحرير الفلسطينيه كممثل للشعب الفلسطيني وأيضا كان هناك تضامن على المستوى الدبلوماسي والسياسي مع الفلسطيني ويوجد سفاره لفلسطين في مدينه نيودلهي في الهند وقمنا بدعم فلسطين على مستوى العلاقات الثنائيه في الأمم المتحده فدائما نرفع قضيه وأهميه أن تتحرر فلسطين هذا ما تفعله الهند حقيقة دكتور فارشا حدثينا عن هذه المشاركة في مهرجان الياسمين للموسيقى الكلاسيكية وأنت في فترة فترة المناخ جيد كما أشرتي في فترة الربيع ودرجات الحرارة معتدلة ومهرجان الياسمين للموسيقى الكلاسيكية في فلسطين كيف هي طبيعة مشاركتك في هذا المهرجان؟ <applause> نعم هذا اليوم طبعا هو يوم العالم للمرأة وأن أقدم عروضا لفلسطين كما تحدث السيد السفير يتم باب دعم الحرية لفلسطين وأود أن أقول هنا بأنني أدعم ما قاله السفير وأعتقد بأنني منحازة إلى الهدف الفلسطيني وأقر بالعلاقة الطويلة بين فلسطين والهند وأكر ذلك وقدومي هنا وجودي هنا اليوم هو من أجل تمكين المرأة المرأة الفلسطينية و كما سمعت وأصغيت بأن نسبة المرأة في فلسطين هي 50% والرجال 50% وأنا أدعم هذا التوجه وأرغب فيه لأنه يشكل فرصة عظيمة بالنسبة للمرأة وأنا أشعر بالامتياز أن أقدم عرضا يعني هنا <applause> نعم اليوم في المساء سيكون لي عرض لفلسطين ومن خلال هذا العرض اعبر عن دعمي لفلسطين <applause> لحريه فلسطين لي ونريد ان يكون هناك عروض ثقافيه مع فلسطين وعرض للموسيقى الكلاسيكيه هذه الموسيقى الرائعه التي تعبر عن عدم وجود اي تفرقه طبقيه عدم وجود اي صراع رساله فنيه خالصه لفلسطين وهدف فلسطين وللعالم اجمع ايضا لانني احب الموسيقى ومن يحب الموسيقى يفعل كل شيء الدكتورة فارشا هي في فلسطين لتقدم الدعم للنساء الفلسطينيات في مجال الثقافة في مجال الموسيقى ولتمكين المرأة كما أشارت المرأة الفلسطينية وأنا أتحدث اليوم في من أذار يوم المرأة العالمي ماذا عن أوجه التعاون الثقافي التعليمي غيرها بين الهند وفلسطين كيف يمكن أن نتحدث عن هذا المجال؟ يوجد طبعا علاقات ثقافيه وطيده بين الهند وفلسطين ونحن نشعر بان هناك تقارب بين الثقافه الفلسطينيه والهنديه ووجود تقارب حضاري ونحن عملنا على تعزيز هذه العلاقات من اجل الارتقاء بها ففي عام 2015 منذ هذا العام قمنا بترتيب هذه العروض وكان هناك عرض للرقص اخر ايضا الرقص المعاصر مهرجان الرقص المعاصر وذلك بالتعاون مع سرية الله ويوجد أيضا تعاون على مستوى الفولكلور الفلسطيني مهرجانات فلكلورية فلسطينية لتسيد التعاون الثقافي من خلال مشاركة الفرق الهندية في مثل هذه المهرجانات فنحن نريد توسيع هذه العلاقة وأيضا التعاون مع السفارة الفلسطينية في نيودلهي من اجل أن تظهر جوانب الثقافه الفلسطينيه للشعب الهندي على مستويات ثقافيه مختلفه وبالتالي نحن ندعم هذه الروابط الثقافيه سيده أشرت الى ان هذه هي الزياره الاولى الى فلسطين وانت سعيده بها ونحن نرحب بك على دوام ولكن دعني اسالك عن يعني ابرز النقاط التي لفتت او القضايا التي لفتت نظرك خلال هذه الزياره حتى الان ونحن نتحدث عن الدولتين هناك اختلاف في العادات وفي التقاليد حتى في النظام الغذائي هناك اختلاف ما الذي لفتك في هذه الزيارة حتى الآن؟ <applause> حقيقة كما قلت انا لدي شعور بانه لا يوجد فرق بين فلسطين والهند على المستوى الفني مثلا الموسيقى التي نقدمها هذه الموسيقى التي, التي تجري بدمائنا وقلوبنا هي جامعه والشعب الفلسطيني يرغب في الاستماع الى هذه الموسيقى ولهذا الالقاء والاستماع الى الموسيقى الهنديه او الاله الموسيقيه الهنديه التي نستخدمها فانا اشعر بهذا التقارب بين الجانبين وعندما القى العرض اليوم ايضا سيكون هناك غناء وساخاطب من خلال هذا العرض الهدف الفلسطيني وذلك من خلال العزف على الموسيقى الكلاسيكيه التي ستعكس الجوانب الفنيه والثقافيه للبلدين ومخاطبه العقل من اجل السلام مم. وفي هذا الوقت ارى بان مثل هذه العروض مهمه لكل اذا رساله شخص السلام هي الرساله الاساسيه سويت. ربما والابرز في هذه المشاركه Okay. Oh. Um, no, no, no. uh, اوكي نعم نو مسج نعم نعم هي رساله تعلق بالهدف الفلسطيني الهدف and الفلسطيني and أي أن يفهموا الموسيقى والتذوق الموسيقى الهندية وبالتالي ستعكس تقربا قويا وستكون علاج من أجل الموسيقى الهندية معروفة على نطاق واسع من العالم كيف وجدت المتابعة الفلسطينية للموسيقى الهندية الشهيرة؟ <applause> أك... نعم، سيحبون هذه الموسيقى، سيحبونها لأنها جميلة. أنا متأكدة أنهم سيحبونها. طبعاً أنا أقدم عروض كثيرة، وكل من يسمعها يرغب فيها. إذا آمل آمل بأن يرغب فيها الجمهور واضح في سعد السفير بأنه الدكتورة فارشا سعيدة جدا بوجودها في فلسطين ونحن كذلك سعداء بوجودها نتمنى أن نبقى على تواصل مع كافة الشرائح و ايضا بقضايا مختلفه من الهند بزياراتهم الى فلسطين ما تفكير المستقبلي بخصوص تعميق المشاركات الفنية وغيرها الهندية في فلسطين والعكس صحيح ربما فلسطينية في الهند إن كان هناك من تنسيق لإجراءات مستقبلية في هذا الموضوع نعم في سؤالك نعم أنت طرحت أفكار جيدة علينا أن نتبعها وأنا أؤمن بأن أي علاقة أو العلاقة بين فلسطين والهند أو مع أي بلد آخر يجب أن تكون من شعب إلى شعب أي يجب أن يكون تواصل بين الشعبين على مستوى الناس مع بعضها البعض أن يأتي ناس من الهند إلى فلسطين وأن يذهب ناس من فلسطين إلى الهند وذلك لتعميق هذه العلاقة وأود أن أطمئنك أنت والأصدقاء الفلسطينيين بأننا نعمل بشكل كبير من أجل تعزيز هذه العلاقة وأنا أشكرك على إثارة هذه الأفكار التي تتيح فرصة حقا أجل إطلاق الرسالة لأشعب جزيلا لك سعادة سفير جمهورية الهند لدى فلسطين سيد ماهيش كومار سعد صباحك و نشكرك على هذه المشاركة معنا في فلسطين هذا الصباح شكر موصول أيضا للدكتورة فارشا أجروال وهي الفنانة المشاركة في مهرجان الياسمين للموسيقى الكلاسيكية والزائرة لفلسطين لأول مرة شرفتنا بوجودك معنا في فلسطين أهلا وسهلا على الدوام نتمنى أن تتكرر هذه الزيارة شكرا شكرا سعيد صباحكم شكرا جزيلا لفصل قصير ومستمرون معكم مشاهدينا في فلسطين هذا الصباح في الثانية أو في الساعة الثانية من فلسطين هذا الصباح كنوا معنا. تخيل إنه الشهرين تسعين يوم أو تخيل إنه الأربع شهور ست أشهر أو مية وثمانين يوم. يا سلام الآن ولا بالخيال من مدى اشترك شهرين واحصل على شهر مجانا أو اشترك أربع أشهر واحصل على شهرين مجانا بالإضافة لخصم على الخدمات المضافة وسعر الراوتر مدى ولا بالخيال للاشتراك بالحملة 1 700 36 35 أو 02 297 ألف يا الله اف مش وقت تبنشر السياره هلا مضطره ابعت ايميل للموظفين بالشغل بس كيف بهيك وضع اف لا في انترنت ولا في اي مكان ممكن اشبك منه والحل